تعالوا بارك الله. أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله في هذا البرنامج الجديد. نحن في اجتماعنا المباشر، وكما يقول السيد وزير الفلاحة، السيد محمد نور الدين، السيد محمد قدور يقول لكم هذا الفلاحة ان هذا الوقت اليوم وقت الحصاد. سيدي قال لك الناس تضرب منجل، شفت السكه شي يدرس الحزان راه مسكين ظهره مطوطة، قال لك نمشي نتومر خير نمشي نخدم طيح ربي. قال لك سيدي اللي يحسن لهم كل واحد اللي يحسن لهم، قال لك سيدي مسلم نتكل، قال لك سيدي بتوني انا الله معك سبحانه وكاش كيما ربي، ربي هو اللي يعاونك. صبر الصبر مفتاح الفرج، صبر والله مع الصابرين، صابرين الصبر والصبر هو مفتاح الفرج، صبر والصبر هو مفتاح الفرج، اللهم مع الصابرين الصابرين إلى صبروا، الصبر هو مفتاح الفرج. اللهم صل وسلم على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم أعان ولا العباد. إنهم يصيد الخنزير وإنه الخنزير يقتلوه في الغابة ويجره الوديان وخصهم يحرقوه، إنه هذا الخنزير فيه ميكروب يقول فلوانزا الخنازير الذي يؤدي الإنسان ويؤدي الكلاب، ولكن خاصة نحضره ونردوه تحت الأرض. هذا شهر اتوقع على غير مني تطلعوا ديالك هذا طرح راه بالكين هذا اللي هكا تبارك الله بالكين تبارك الله شي سنين منا راه نقول له هاك منا خلي راه ما صرايت لي بالشياه ولا بالشياه جمال راه فين هربت ما تفحفحهاش ارس اكيد انا ودي مشاه ترنتي راسك ولا اتخرجت لا كانت غير ترطب شتافي هني شافو لينا يانا ملي تاكيو ماشي تاكيو ها ماشي تاكيو الله يتعرف على هذه مال الحلقه القادمه صافي.